استضافت عمان فعاليات ندوة العلاقات العربية الإقليمية الواقع والآفاق التي نظمها مركز دراسات الشرق الأوسط بمشاركة أكثر من 80 شخصية أكاديمية وسياسية أردنية وعربية. تفاصيل أكثر نتابعها في التقرير التالي. ما زالت عمان تتبوأ مكانة مهمة بين عواصم الدول العربية، وما زالت المملكة أيضا تسعى بقصارى جهدها إلى إعادة ترتيب الأولوية العربية في ظل الصراعات المتزايدة في المنطقة. هذا الوضع بما له وما عليه يطرح أسئلة مهمة تحتاج إلى إجابات واضحة، مثلما أن له استحقاقات لا بد من مواجهتها حتى يمكن للعرب إدارة علاقاتهم مع دول الإقليم وتطويرها بطريقة تحفظ لهم حقوقهم وكرامتهم، وتمكنهم بالتالي من حل بعض مشكلاتهم مع دول الإقليم. علينا أن نسأل أنفسنا أولاً، ماذا نريد نحن العرب من تركيا باعتبارها دولة من دول الإقليم الأساسية، وهي قبل كل شيء دولة جارة لها حدود مهمة مع كل من سوريا والعراق، كما تشكل مسألة السدود التركية ومياه الفرات قضية جوهرية في علاقات الدول الثلاث، حيث يمكن أن تشكل الأنهار جسراً تقوم عليه مشروعات تنموية مشتركة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام بين تلك الدول، وقد تصبح لا سمح الله سبباً من أسباب النزاعات المسلحة فيما بينها. وهناك أيضاً المسألة الكردية بامتداداتها عبر جميع الدول المجاورة لتركيا، وما قضية حزب العمال الكردستاني واستقلال كردستان العراق إلا أمثلة حية على مدى حساسية الوضع السياسي والأمني في تلك المنطقة. وتأسيساً لذلك برزت الحاجة لدراسة العلاقات العربية الإقليمية، إذ أقام مركز دراسات الشرق الأوسط الأردن ندوة حوارية تحمل عنوان العلاقات العربية الإقليمية، وبحضور أكثر من 80 شخصية سياسية وأكاديمية بارزة أردنية وغير أردنية بمشاركة 6 دول عربية. صحيح أنه العرب في هذه المرحلة يبدو أنه ينطبق عليهم بعض الأقوال أنه أصبحوا ظاهرة صوتية، وبالتالي ليس لدينا خطة. وأنا دائما بحكي إذا لم يكن لديك خطة فأنت جزء من خطة الآخرين. الآخرين بيخططوا في الغرب وغيره، والقوى الفاعلة في المنطقة، والعرب قاعدين بنفذوا هاي الخطط، وعمليا هناك بيحكوا عن اتفاقيات، وقد تكون اتفاقية القرن اللي بيحكوا عنها موجودة، لكن للأسف الشديد الدول العربية لا تستشار في كثير من القضايا اللي قاعدة بتتم. لذلك الأردن يعني له دور كبير بمعقد مثل هاي الندوات، وكمان برضو ما يتم على لسان جلالة الملك وعلى لقاءات جلالة الملك حفظه الله ورعاه قبل يومين عاد من أمريكا، وأيضا التقى برئيس الوزراء البريطانية. هذا كله يدل على أنه جهود أردنية لإحياء القضية الفلسطينية لإيجاد حل شامل وعادل إلها ولبناء علاقات عربية مع دول الجوار في المنطقة، بحيث تكون قائمة على العدل والسلام والحلول المتوازنة البعيدة عن الغبن في اتجاه العرب، وبنفس الوقت اللي تضمن حقوق الإنسان وكرامة المواطن العربي. نتاج أشهر من الجهود الأردنية الرسمية الرامية لترتيب العلاقات العربية جاءت هذه الندوة وغيرها من الفعاليات، كما أن هذه الجهود تسعى لرسم السيناريوهات المستقبلية للعلاقات العربية الإقليمية، بالإضافة إلى تقديم رؤية عربية مشتركة لصياغة سياسة خارجية تجاه القضايا الكبرى. هذه الندوة ندوة العلاقات العربية الإقليمية تأتي بعد ندوة العلاقات العربية الدولية التي نظمها المركز، ونأمل من نقاشات هذه الندوة أن تأتي لتضع الأمل
لتحرك إيجابي لمستقبل هذه الأمة العظيمة. نحن سعداء أن نكون في الأردن التي علمتنا دائما أنها في أحلك الظروف التي تمر بها الأمة العربية نجد في الأردن أفكار ونجد مبادرات ونجد مجتمع مدني نشط. فالأردن في هذه المرحلة تقع عليها مسؤولية كبيرة. جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله هو يرأس القمة العربية، وهو رجل له أفكار جيدة وممتازة. أنا اطلعت على الرسائل الست التي طرحها في مجال الدولة المدنية ودولة القانون والعلاقات البينية وبناء الدولة الحديثة، وهذه كلها تشكل أساس لعلاقات الدولة المدنية الحديثة المتطورة المتحضرة القائمة على احترام القانون وعلى احترام المواطن وعلى نشاط واسع للمجتمع المدني. أجمع المحاضرون في الندوة خلال كلماتهم على ضرورة توحيد الجهود العربية لتصبح معول بناء لا هدم في الأيام القادمة، كما اتفقت الآراء السياسية المختلفة على ضرورة عدم الانشغال بالتشخيص والخلاف حوله، عن التفكير بمواجهة التحديات للوصول بدولنا العربية إلى بر الأمان والخروج من بحور الدم المنتشرة.